انطلقت القافلة الإرشادية الزراعية من منطقة الرياض، وبعدها كانت في منطقة القصيم، وحاليا تتواجد في منطقة حائل، وتستمر لمدة 3 أيام، هي اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء. والهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات من خلال خدمات إرشادية متكاملة. الأخوان من الوزارة نحيي بهم ونقدر مجيئهم للمنطقة، واليوم بدأت القافلة بافتتاح مصاحبة سمو أمير المنطقة بحائل، وهذا إن شاء الله يكون دافع وحافز للمزارع بكذلك تقديم الهدايا التحفيزية للمزارع وتواصله الدائم عبر المنصات الزراعية. لكن نبغى يكون ما هو الوسيلة التي تضمن أن يكون المزارع عنده نوعية ممتازة فيها محافظة على صحة الإنسان، لأنه عندنا للأسف غير يعني ممارسات غير سليمة في استخدام المبيدات، أن يكون إنتاجنا كثيف، يعني كل الأمور هذه اللي يمكن كيف نقدر الوسيلة، بس كيف نقدر نصل إلى هالنقطة هذه. لو إحنا بالورشة دي طلعت منها معلومة وطبقتها في 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 بيت المحمي بتاعي، إذا الإرشاد عمل دور، استدامة عمل دور، حضرتك شاركت وطبقت وهينعكس عليك الموضوع ده. المشكلة مش في اليرقة اللي هنا، المشكلة في الحشرة الكاملة. إن الحشرة الكاملة الواحدة تحط لك حوالي 250 بيضة. والرش إن التوتة لو رشيت بيها مرتين متتاليتين بنفس المبيد يحصل لها مناعة. يعني لو نفس المبيد، لو أنت قلت أنا أستخدم كوراجين، نفس المبيد مرتين متتاليتين أو التالتة بالكثير أوي يحصل للتوتة مناعة.